والله شوف كوليبالي وقع معناتها تصويت الوضعيه نتاعه اليوم هو على ذمك نجم الساحلي. الاتحاد الافريقي يسمح للفرق باش يضيفوا لاعبين في القائمه الافريقيه قبل دوري المجموعات، بس الاتحاد التونسي فتره التنقلات تبدا من نهار 1 ديسمبر. نجم الساحلي راس الاتحاد التونسي باش يكم شي مقرونه استثنائيه من تاهيل اللاعب، باش يتمكنوا من تاهيله على المستوى الافريقي عشان ما نجمش ناهله على المستوى الافريقي اللي هو مش مؤهل في تونس. واحنا ننتظر الرد من الاتحاد التونسي ان شاء الله، وان شاء الله يمكننا برد ايجابي عشان نتمكن من تاهيله. يعني اللاعب اليوم جاهز ونجم يلعب ويتدرب مع المجموعه، يعني وهو في جميع معناتها جاهزيته. ان شاء الله نتمكن باش ناهله وباش يكون حاضر في مباراه النجم ونادي الاهلي ان شاء الله. يعني ممكن يلحق مباراه الاهلي؟ ممكن اذا الاتحاد التونسي جاوب ممكن يلحق، هو وامين بن عمر هذا اللي هو دخل خلال الدور الاخضر من الاتحاد من الاطار الطبي والتحق بالمجموعه واليوم يتدرب مع المجموعه بصفه عاديه، ان شاء الله هو يكون حاضر في مباراه الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا طبعا قيس من تونس والمتحدث الرسمي للنجم الساحلي. يمكن اتكلمنا على الثلاثه اللي رشحهم كابتن حازم امام، طارق حامد، حجازي وصلاح، وطبعا يمكن لو كنت قلت له تريزيجيه كان هيحطه من اوائل الناس لمنتخبنا الاولمبي طبعا، اللي ان شاء الله بندعي له ان هو يصعد لاولمبياد طوكيو 2020. واكيد انا توقعي الشخصي ان تريزيجيه هيكون اول واحد موجود في القائمه، وبعد كده هيكون الاثنين اللي هيضمهم كابتن شوقي غريب. وان شاء الله مش عايزين نقاطع، عايزين بس منتخبنا واحده واحده واللعيبه تركز، وبكره في ماتش مع الكاميرون وبعد كده في الدور قبل النهائي، والموضوع صعب جدا. كوت ديفوار فرقه قويه، نيجيريا فرقه قويه، وان شاء الله منتخبنا يكون عند حسن الظن زي ما شفناه وعبر عن نفسه بشكل كبير جدا. طيب